بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نرحب بجميع التلاميذ وبكل من يشاهد هذا الفيديو إن شاء الله. في هذا الفيديو إن شاء الله نقوم بشرح درس الحركة والسكون، درس في مادة الفيزياء مستوى الثالثة ثانوي إعدادي، ونتمنى التوفيق لجميع التلاميذ. الحركة والسكون، درس الحركة والسكون مستوى الثالثة ثانوي إعدادي. الجسم المرجعي، الجسم المرجعي، الجسم المرجعي لدراسة حركة الجسم نختار جسم آخر يسمى جسم مرجعي. ندرس الحركة بالنسبة إليه. إذا تغيرت المسافة بينهما فإن الجسم يكون في حركة، وإذا لم تتغير المسافة بينهما فإن الجسم يكون في حالة سكون. إذن لدراسة حركة جسم لا بد من اختيار جسم مرجعي مدروس الحركة إليه. مثلا هذا الجسم المرجعي، ندرس حركة هذا الجسم. إذا تغيرت المسافة فإن هذا الجسم والمسار. المسار هو مجموعة المواضع المتتالية التي يحتلها الجسم المتحرك أثناء حركته. إذن المسار هو الطريق الذي يسلكه المتحرك، هو مجموعة المواضع التي يحتلها الجسم المتحرك أثناء حركته. المسار يكون إما مسار مستقيمي أو مسار دائري أو مسار منحني. يكون مستقيمي إذا كانت النقط عبارة عن مستقيم، يعني نقط مستقيمية، أو يكون دائري إذا كانت النقط دائرية، أو يكون منحني تعرجت. إذن المسار تعرفه، ثم المسار إما يكون مستقيمي أو يكون مسار دائري أو يكون منحني. نوع الحركة نوعان. حركة إزاحة وحركة دوران. الحركة نوعان، حركة إزاحة وحركة دوران.
يكون جسم في حركة إزاحة إذا كانت جميع نقاطه في حركة وتقطع المسافة نفسها وجميع القطع المنتمية له تحتفظ بالاتجاه نفسه. إذن يكون جسم في حركة إزاحة إذا كانت جميع نقاطه في حركة وتقطع المسافة نفسها وجميع القطع المنتمية له تحتفظ بالاتجاه نفسه. مثلا هذا الجسم هو نقطة A، نقطة B، نقطة C. نرسم على هذا الجسم القطعة AC، القطعة AC هذا الموضع البدئي. منحى الحركة، يعني الجسم يتحرك في هذا المنحى. الموضع النهائي، وصل الجسم بس الجسم وصل إلى هذا الموضع، الموضع النهائي. نرسم كذلك نفس القطعة أس. إذن المسافة التي تقطعها A من الموضع البدئي إلى الموضع النهائي هي نفسها المسافة التي تقطعها C من الموضع البدئي إلى الموضع النهائي. إذن جميع نقاطه وكذلك نفس المسافة التي تقطعها النقطة B من الموضع البدئي إلى الموضع النهائي. إذن جميع نقاطه تقطع المسافة نفسها، ثم جميع القطع المنتمية للجسم تحتفظ بالاتجاه نفسه. الاتجاه هو التوازن، فالقطعة أصلت الاتجاه ديالها بين من في الموضع البدئي إلى الموضع النهائي. اتجاه هنا القطعة AC هنا توازي القطعة AC هنا. نعم، إذن هذا تعريف حركة إزاحة. ثم حركة دوران، يكون الجسم في حركة دوران إذا كانت جميع نقاطه في حركة، ولا نقول تقطع المسافة نفسها، إذا كانت جميع نقاطه في حركة ولها مسارات دائرية مركزة على محور الدوران. إذن جميع نقاطه ترسم مسارات دائرية لها نفس المركز وتنتمي إلى محور الدوران، ما عدا النقط المنتمية للمحور، يعني محور الدوران، فهي تبقى ثابتة أو نقول ساكنة. نعم، إذن نوضح قرص. إذن نرسم قطعة أو قرص مركزه أو، كذلك هنا نقطة B. إذن عندما ندير القرص هذا الموضع البدئي،
عندما ندير القرص تصبح القطعة أو أ هنا الموضع أ إنيسيال أو أ فينال، ب إنيسيال وكذلك ب فينال الموضع النهائي. فنلاحظ أن المسافة التي تقطعها أ من الموضع البدئي إلى الموضع النهائي فهي أكبر من المسافة التي تقطعها ب من الموضع البدئي إلى الموضع النهائي، فكلما اقتربنا من المركز فالمسافة تتقلص. والنقط المنتمية لمحور الدوران، هنا يوجد محور الدوران، فهي تبقى ساكنة. إذن جميع النقط فتكون لها مسارات دائرية، جميع نقط الجسم فتكون لها مسارات دائرية لها نفس المركز O. إذا أخذنا نقطة C هنا فكذلك أثناء دوران القرص فتكون مسار النقطة C كذلك مسار دائري وله نفس المركز وينتمي إلى المحور. وصلنا إلى نهاية الفيديو، نتمنى لجميع التلاميذ الاستفادة ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق في الامتحانات. لا تنسوا دعم القناة بالاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد، وبارطاجيو باش تعم الفائدة. وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.